السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع بستخدمه كتير قوي اسمه انترنت ستور، فكرته لذيذة جدا، وهو ان ممكن يكون عندك برنامج والبرنامج ده مثلا وقف، او البرنامج ده غالي، او البرنامج ده بيشتغل على الايفون وانت متعود على اندرويد فمش لاقي، فده بيجيب لك البدايل ليه. فانا مثلا في حد سألنا على فيديو سكرايب، وده برنامج بيعمل لك زي سبورة كده واشكال تبدأ تظهر عليها، يعني مميز جدا الشرح. فانا جيت هنا وقلت له فيديو سكرايب اهوت، فقال لي البرنامج ده ليه 51 بديل. طيب ظهر لي بقى البدايل اللي ليه، وهنا لو دخلت هنا هيقول لك معلومات عن فيديو سكرايب ويجيب لك صور ليه والموقع وكل اللي انت عايزه. الموقع اهوت. طيب خلينا نشوف البدايل اللي موجوده اللي احنا ممكن نستخدمها. وقبل ما نشوفها احنا ممكن نقول له ايه ده فلتر، ان هو يكون فري اندرويد اوبن سورس. طيب انا عايزه فري مثلا، وعايزه اندرويد، مش فارق معايا اوبن سورس قوي، فارق معايا ان هو يكون اندرويد. طيب في انفيديو ده بديل، في زوهو شو برضو بديل، ده بلاش عشان بفلوس. تمام، هتلاقي بعض البدايل تبدا تجرب وتبدا تشوف احسن واحد فيهم انت ممكن تشتغل عليه. فهو ادانا اهو بديل اهوت. بس نلاحظ حاجه، ان فيديو سكرايب عدد الناس اللي بتشكر فيه او عدد الناس اللي اشترته في على الموقع ده في 33 او 33 واحد قال ان هو كويس. فلما تشوف البديل حاول يكون الرقم بتاعه حلو. تمام، يعني ممكن نختار مثلا فري بريز، ده جميل انا اشتغلت عليه روعه بالمقارنه ماشي، فده 300 فده اعلى بكتير. بوتون ده يعني ممكن تشغله من الموقع او ممكن تشغله من الاندرويد. تمام، فتبدا تدور وتجرب لحد ما توصل للبديل الافضل اللي انت عايزه.